بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين السلام عليكم. كتير مننا بيشتري البطيخ بسعر غالي، وبعد ما بيشتريها بيفوجئ إن البطيخة مش كويسة، الحمار بتاعها مش كويس، لسه ما اكتملش الحمار خالص، أو البطيخة مش مرملة وطعمها مش كويس. فعشان نعرف إن البطيخة الكويسة مش كويسة، لازم نتبع مع بعض خطوات عشان ما يضحكش علينا من التجار، ان هو ممكن يخبط لي على البطيخه كده ويقول البطيخه دي كويسه واشتريها، وبعد كده افوجئ اما اخدها البيت عندي الاقي البطيخه مش كويسه وبعد كده ارميها. اول حاجه بناخد البطيخه اللي فيها علامه الحقل، العلامه البرتقانه دي كده او العلامه الصفراء، بتبان ان البطيخه قعدت كميه كبيره في الحقل واستوت وبقت كويسه. في بطيخ ممكن ما تلاقيش العلامه ديت ظاهره فيه، وفي بطيخ بتلاقي العلامه ديت موجوده فيه، فاخد البطيخه اللي فيها العلامه الصفراء اللي بيسموها علامه الحقل. طيب تاني حاجه باخد البطيخه اللي فيها، حضراتكم بنسمي دي كده العرقوب، وبنسمي الجزء ده السره. طب ايه اللي ناخده من العرقوب والسره ان البطيخه استوت كويس او شكلها او بطيخه مرمله ومسكره؟ بنيجي عند العرقوب ده كده، العرقوب ده كل ما كان صغير وداخل لجوه، مش بارز لبره، داخل لجوه، يبقى البطيخه دي مسكره وكويسه. نيجي عند السره، كل ما كانت السره صغيره وناشفه، كل ما كانت السره دي صغيره وناشفه زي ما موجوده معانا كده، نعرف ان البطيخه ديت القشره بتاعتها رقيقه. تاني حاجه او تالت حاجه، ودي خطوه مهمه جدا، ان البطيخ فيه مؤنث ومذكر. البطيخه المؤنثه بنعرفها ازاي؟ واخده شكل الكوره مدوره زي ما موجوده معانا كده، واخده شكل الكوره دي بطيخه مؤنثه، بتبقى طعمها احسن من البطيخه المذكره. البطيخه المذكره بتاخد شكل بيضاوي، تبقى طويله شويه، بتاخد الشكل البيضاوي. فبنختار البطيخه المؤنثه عشان هي بتبقى مسكره اكتر ومرمله اكتر. فهنفتح البطيخه كده، قلنا العلامات اللي موجوده، هنفتح البطيخه بقى ونشوف الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. ان شاء الله هيطلع كلامنا مظبوط. بسم الله. هي واضحة معاكم، بطيخة حمراء، القشرة بتاعتها مش كبيرة زي ما قلنا، الحمار بتاعها كويسة، شكلها طبعا موجودة معاكم، هي بطيخة إن شاء الله مرملة. عايز أذكر حضراتكم بحاجة، إن البطيخ اللي كان في الأول بيسموا بطيخ أقرع أو البطيخة البيضة، طبعا الهجين دلوقتي أو البطيخ اللي موجود في السوق دلوقتي ما عادش ظاهرة البطيخة القرع، ولكن تكون حمراء ولكن مش مرملة. ممكن تلاقيها حمراء ومش مرمله، او حمراء ومش مسكره. فالعلامات اللي قلناها ديت تبان ان انت اشتريت بطيخه حمراء ومسكره. شكرا لحسن المشاهده، كما يشرفنا الاشتراك في القناه لنتابع مع بعض ويصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم.